فاليوم أنا برواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فالموضوع الذي اختاره المجلس الوطني لحقوق الإنسان فهو موضوع ذات أهمية قصوى في إطار هذه التحولات اللي كيعرفها العالم في عدة مجالات، المجال الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وكذلك الأهمية اللي كيلعبها كذلك الذكاء الاصطناعي في خلق الثروة، بحيث أن الناتج العالمي الخام في أفق 2030 غادي يرتفع ب 1500 دولار، وكذلك في خلق مناصب جديدة، وكذلك يعني بسحب وظائف أخرى. فيعني هذا الذكاء الاصطناعي فأصبح الآن ضرورة، ويجب كذلك على الجامعة أن تواكب كل هذه التحديات والإكراهات التي تخص الذكاء الاصطناعي. والحمد لله فوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار انكبت على هذا الموضوع وأعطته أهمية كذلك كبيرة، بحيث أن هناك عدة مسالك فتحت خاصة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي، أي أن 60% من المسالك الآن في الجامعات المغربية فهي تخص الذكاء الاصطناعي، وكذلك خصصت ميزانية ضخمة للبحث العلمي التي تقدر ب 50 مليون ديال الدرهم. إذن فالجامعة المغربية تواكب كل التحديات التي تخص الذكاء الاصطناعي، فكما قلت الذكاء الاصطناعي له إيجابيات وكذلك له سلبيات إن استخدم في غير الأهداف المتوخات به، بحيث أن هذا نعرفه جميعا، وهو أن يعني الذكاء الاصطناعي كذلك يمكن أن يؤثر سلبيا على الديمقراطية، يمكن أن يؤثر سلبيا كذلك على الهوية المغربية، الهوية العربية، الهوية الإسلامية كذلك. وهذا ما يجب على الجامعة المغربية أن تتصدى له باستعمال اللغة العربية والهوية الوطنية والتقاليد كذلك الموجودة في المغرب، وإخراج بعض التطبيقات للذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدة الطلبة والتلاميذ لوضع عدة أسئلة، والأجوبة تكون أجوبة كذلك باللغة العربية. هذا ما نتمناه إن شاء الله.